انهيار تاريخي في شركات التقنية. آيفون قابل للطي، أونر مع 200 ميجا بكسل، وهاتف شاومي القوي يستعد. أهلا بك في نشراتك. قبل أسبوع سخرت سامسونج من الآيفون، ولمحت في التقرير أن شركة أبل دائماً تتأخر. لدينا هذه المرة تسريبات جديدة عن آيفون قابل للطي. كم علينا الانتظار حتى نرى هاتف آيفون قابل للطي على غرار سلسلة هواتف جالاكسي زي فليب؟ فبعد أسبوع من إعلان سامسونج الساخر ضد شركة أبل، والذي اتهمت من خلاله الشركة الأمريكية بأنها متأخرة في عالم الهواتف القابلة للطي، تظهر لنا تسريبات جديدة تقول إن أبل تعمل على هاتف قابل للطي. هذه المرة التسريبات جاءت عبر المحلل الموثوق مينغ تشي كو، ليقول إن الهاتف القابل للطي من المتوقع صدوره عام 2023 أو 2024، مع توقعات أخرى أنه لن يصل قبل عام 2025. وبصرف النظر عن موعد إطلاق الهاتف، يقول المحلل تشيكو بأن شركة أبل تراقب الهواتف القابلة للطي من الشركات الأخرى، والتي اشتكى المستخدمون من بعض المشاكل منها مثل السعر والمتانة والجودة. ويبدو أن أبل لن تتحدث بصوت عال عن آيفون القابل للطي حتى يصبح شبه مثالي. وهنا نذكر ما صرح به رئيس الشركة تيم كوك: لا يهمنا أن نكون أول من يستخدم التقنية، بل الأهم أن نكون الأفضل. شركة تكنولوجي أستيتكس ومقر الصين أصدرت نموذجا من إصدار هاتف آيفون القابل للطي، وأطلقت عليه اسم آيفون V. تقول الشركة أنها استخدمت في تصنيعه الشاشة والأجزاء الداخلية من هاتف آيفون X، حيث تم نزع الغطاء الزجاجي وطبقات اللمس مع ترك OLED المرن. لم تكن العملية بسيطة، واحتاجت مناورة دقيقة وآليات متطورة. الهيكل الخارجي استخدم من نسخة هاتف موتورولا ريز 2019، وباستخدام لوحة أم مخصصة بمكونات مطبوعة ثلاثية الأبعاد. تقول الشركة أن الهاتف يحمل بطارية بسعة 1000 ملي أمبير، والتي لا تدعم الشحن السريع، وتم تعديل نظام iOS ليناسب الشاشة القابلة للطي بشكل أفضل. يدعم الجهاز تقسيم الشاشة للتطبيقات، ويمكن استخدام جانبي الشاشة لطي الهاتف. الجهاز يمتلك سماعة واحدة فقط، وهو لا يدعم مقاومة الماء والغبار وأي نوع من المتانة الواقعية. وربما لأول مرة نرى هاتف آيفون ليس من تصنيع شركة أبل. أسبوع صعب جدا على شركات التقنية الأمريكية، الخسائر وصلت إلى أرقام فلكية. إليك القصة كاملة. الكثير من أدوية صداع الرأس يتناولها رؤساء الشركات التقنية الكبرى في وادي السيليكون هذا الأسبوع. الثورة والثورة المضادة في تويتر بعد إيلون ماسك، وخسائر تاريخية لشركة ميتا المالكة لمنصات فيسبوك وإنستغرام والواتساب، وتريليون دولار خسائر لأمازون. البداية مع منصة تويتر، فبعد أيام فقط من تصريح إيلون ماسك لآلاف الموظفين، ورد أن عددا من كبار المديرين التنفيذيين في مجال الخصوصية والأمن في المنصة قد استقالوا. وتأتي هذه الاستقالات نتيجة الاضطرابات الداخلية التي هزت تويتر بعد قرار ماسك بتصريح شبه جماعي للعمال في الشركة. من بين الاستقالات كانت ليا كيسنر، رئيسة أمن المعلومات في المنصة، عبر تغريدة على حسابها وصفت قرارها بالصعب. ورغم أجواء الاستقالة المسمومة، لكنها ودعت الشركة بطريقة دبلوماسية لائقة. وقد تزامنت مع استقالة كيسنر استقالات عديدة لكبار موظفي الأمن والخصوصية، ورجح محللون أن ذلك بسبب مخاوف بشأن المساءلات القانونية للشركة أمام لجنة التجارة الفيدرالية. كما استقال يويل روث رئيس قسم النزاهة والسلامة، وكتب روث في تغريدة على حسابه يشرح موقفه، وتحدث عن بعض التغييرات العديدة التي تم تنفيذها. وبعد التغييرات الجديدة في المنصة، وخاصة المدفوعة من وراء توثيق الحسابات وغيرها، ذكر خبراء أن إيلون ماسك يصب تركيزه على دخل المنصة، ضاربا بالحائط المستخدمين الضعفاء بما في ذلك نشطاء حقوق الإنسان والمعارضون السياسيون، حيث ذكر بعض الموظفين أنهم سمعوا أليكس سبيرو محامي ماسك رئيس الشؤون القانونية الجديدة في تويتر يقول إن إيلون ماسك يضع الصواريخ في الفضاء، إنه لا يخاف من لجنة التجارة الفيدرالية. من نهارده مفيش حكومة، أنا الحكومة، أنا الحكومة. وعلق إيلون ماسك على الاستقالات الجماعية بالقول إن موقع تويتر قد يواجه الإفلاس، مع استقالة المزيد من الموظفين وتحذير كبار المنظمين. وفي شركة أخرى، تكبدت شركة ميتا خسائر بأرقام فادحة ومرعبة بسبب مشروع عالم الميتافيرس، والذي ينقلك إلى الواقع الافتراضي. ورهن رئيس الشركة مارك زوكربيرغ على هذا الاستثمار، ولكن المشروع عانى من مشاكل فنية كبيرة، فعدد المستخدمين أقل بكثير من الأهداف المحددة، بالإضافة لارتفاع سعر الخوذة مع سعر $1,500. وقالت بعض المصادر بأن الكثير من المستثمرين
يتخلصوا من أسهم الشركة، مما أدى إلى هبوط أسهمها إلى أدنى مستوى لها بنسبة 61% منذ بداية العام. في وقت سابق من هذا الأسبوع، دعا صندوق يستثمر في ميتا الشركة إلى خفض استثماراتها السنوية في ميتافيرس من 10 مليارات دولار إلى 5 مليارات دولار. وتعاني شركة ميتا أيضا في الأعوام السابقة من انخفاض مبيعات الإعلانات، وذلك للمنافسة الشديدة في منصة التيك توك. وبدأت الأزمة داخل شركة ميتا تلوح في الأفق بإقالة أكثر من 11 ألف موظف من منصات التواصل الفيسبوك والإنستغرام والواتساب عن العمل نتيجة لهذه الخسائر الفادحة. وقال مارك بأنه يعتذر عن الحاجة إلى خفض عدد كبير من العمال في إطار خطط أوسع لخفض التكاليف وإعادة تركيز الأعمال. تستعد شركة أونر لمؤتمر صحفي للكشف عن 3 هواتف، وهناك هاتف قابل للطي وكاميرا بدقة بيكسل عالية جداً. من المنتظر أن تعقد شركة أونر مؤتمرها القادم في 23 نوفمبر لكشف النقاب عن جيل جديد من هواتف الشركة. وقد أشارت أحدث التسريبات إلى خطط الشركة لدعم سلسلة أونر 80 بمستشعر رئيسي بدقة 160 ميجا بيكسل. وكانت تسريبات سابقة ذكرت أن أونر ستعلن في مؤتمرها القادم عن سلسلة هواتف أونر 80 مع إصدارها القابل للطي أونر VS Foldable. اليوم تعود التسريبات لتسلط الضوء على سلسلة أونر 80، حيث كشف موقع ديجيتال غاسب ستيشن تسريبات تفيد أن شركة أونر ستعقد مؤتمرا مع نهاية الشهر الحالي تعلن فيه عن 3 منتجات من هواتفها في سلسلة أونر 80. وأضافت أيضا أن سلسلة هواتف أونر 80 ركزت هذه المرة على 3 عناصر في الهاتف مقارنة بنسخة أونر 70، وهي الكاميرا وذاكرة الوصول العشوائي الرام والبطارية. السلسلة التي من المتوقع الإعلان عنها وفق تسريبات ستأتي ب3 إصدارات، وهي أولا أونر SE 80، هاتف مزود بمعالج متوسط المدى من نوع ميديا تك دايمنسيتي 1080، والكاميرا الرئيسية بدقة 64 ميجا بيكسل ويدعم الشحن السريع 66 واط، ولا معلومات عن البطارية. الهاتف الثاني هو أونر 80 الرئيسي مزود بمعالج كوالكوم سناب دراجون 778G والكاميرا الأساسية بدقة 108 ميجا بيكسل. والثالث أونر 80 برو مزود بمعالج كوالكوم سناب دراجون 80 بلس جين 1. هذه النسخة ستحصل على كاميرا رئيسية عصرية أساسية بدقة 160 ميجا بيكسل وبوحدة دقة عالية للغاية ستصل إلى 200 ميجا بيكسل. البطارية ستأتي بدعم الشحن السريع بسرعة 100 واط، ولم يتم ذكر حجم البطارية. ومن المتوقع أن تأتي نسخة برو بشاشة أموليد منحنية ومرنة بدقة 1.5K. ويقول التقرير أن نسخة البرو ستأتي بسعة 12 جيجا لذاكرة الوصول العشوائي وبسعة تخزين 256 جيجا بايت. وتشير تسريبات أخرى أن الكاميرا الأمامية ستأتي مزدوجة بدقة 50 ميجا بيكسل. هذه السلسلة ستأتي بتصميم جديد كليا عن النسخ السابقة، وهذا ما يميزها عن سابقتها من الهواتف. ولم يذكر التقرير باقي المواصفات للهاتف مثل حجم الهاتف وشكل الكاميرا وحجم البطارية، لذا سننتظر الإعلان الرسمي من الشركة لمزيد من التفاصيل. خلال أسابيع سيتم إطلاق هاتف قوي من شركة شاومي، وهناك من يرى أنه أول هواتف 2023 الرائدة. من المتوقع نهاية العام إعلان شركة شاومي عن هاتفها الجديد المنتظر شاومي 13 بنسختيه العادية والبرو، وربما نرى ذلك في شهر نوفمبر الجاري. وفي أحدث التسريبات نشر مدون تقني صورة واقعية للهاتف، وظهرت الصورة للهاتف من الخلف مع تصميم ب3 كاميرات. وجاء في التسريبات أن الكاميرا الأساسية بمقاس 1 إنش مع مستشعر سوني IMX 989 بدقة 50 ميجا بيكسل، وهي نفس كاميرا شاومي 12S ألترا، والذي يعد قفزة في هواتف الشركة من حيث التصوير والمستشعر، وكاميرا بعدسة فائقة الاتساع وعدسة تيليفوتوغرافي. وربما نرى الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجا بيكسل، سيتم دعمها بواسطة شريحة مخصصة لتحسين معالجة الصور بالتعاون مع شركة لايكا الألمانية الشهيرة في عالم التصوير. ومن المتوقع أن تكون نسخة برو محدثة وأكثر جودة من النسخة السابقة، ولكن مع فرق ملموس في التصميم للكاميرا. من خلال الصور المسربة نرى أن التصميم الجديد سيأتي بكاميرا ذات إطار أعلى يسار الهاتف بارزة، على عكس ما كانت نسخة شاومي 12S ألترا بكاميرا ضخمة في الوسط. الشاشة من المتوقع أن تأتي من نوع أموليد بحجم 6.7 إنش بدقة كواد HD بلس بتردد 120 هرتز، ونفس النوعية المتبعة من الشركة في هواتفها وبإطار أضيق من النسخة السابقة. وفي تغريدة على تويتر كشف المحلل الموثوق يوغيش برار عن بعض مواصفات الجهاز، وذكر أن المعالج
معالج كوالكوم سناب دراجون 8 من الجيل الثاني، والذي يعد الأحدث والأسرع، وسيكون أول هاتف يحصل على تلك الشريحة المزدوجة من هذه المعالجات الحديثة. ومن المتوقع أن تأتي البطارية بسعة 4800 ملي أمبير بشحن سريع يصل إلى 120 واط في الساعة بقدرة شحن أعلى عن نسخة 12 برو. الذاكرة ستأتي بسعة 512 جيجا بايت مع ذاكرة رام كبيرة بقدرة 12 جيجا بايت. الهاتف سيأتي بواجهة ميو آي 14 مع نظام أندرويد 13، والذي قد يظهر في نفس يوم الإعلان عن الهاتف. ومن المتوقع أن يأتي بأربعة ألوان، الأسود والأبيض والأخضر والوردي. علينا الانتظار لما ستقوله الشركة بالإعلان الرسمي لمواصفات الهاتف. سؤال الأسبوع كان لمتابعينا عن رأيهم بميزة تركيب عدسة احترافية في هاتف شاومي. يعتقد متابع رقم تي في أن شاومي تعمل بجد على تطوير أفكار وصلت في السابق من شركات أخرى، لكن بطريقة محسنة ومناسبة للفترة الحالية. ففكرة هاتف بكاميرا منفصلة عملت على إنتاجه نوكيا سابقا، لكنه لم يلق إعجاب المستخدمين، لعله كان سابقا لأوانه حينها. وأضافوا أنه في حال نجاح هذه الفكرة فقد يتغير اتجاه السوق من هواتف بكاميرا قوية إلى هواتف بكاميرا عادية تحتاج عدسة خارجية توفر لك تجربة تصوير مميزة، مع الأخذ بعين الاعتبار الرفع في السعر. أما الأخير فقد شاركنا صورة يعبر فيها عن سعادة أصحاب ما يعرف بمقاطع الفلوغرز، فهم أكثر الأشخاص اهتماما بكاميرات الهواتف والكاميرا بشكل عام. لمن يود معرفة المزيد عن جهاز شاومي تجد رابط تقريرنا في الوصف أسفل الفيديو. الفائزون الخمسة بمسابقة أجمل صور لهذا الأسبوع. للمشاركة في المسابقة تابعونا كل يوم اثنين على فيسبوك. والآن أهم الأخبار. تقرير يقول إن سامسونج ستضع مستشعر تقريب بدقة 10 ميجا بكسل في هاتف جالكسي S23 ألترا القادم، وعدسة بزاوية واسعة للغاية بدقة 12 ميجا بكسل. شركة أوبو تستعد لإطلاق هاتف أوبو A98، وسيكون هذا أول هاتف من سلسلة A يضم مستشعرا ضخما بدقة 108 ميجا بكسل. منصة تويتر أخبرت موظفيها أن الإدارة قررت إيقاف تسجيل المستخدمين الجدد باشتراك تويتر بلو، وهي ميزة توثيق العلامة الزرقاء لإيجاد حل لمشكلة الحسابات المزيفة. بسبب ثقل وزن الهواتف القابلة للطي، تقرير يقول إن شركة أوبو تستعد لإطلاق هاتفها القابل للطي Find N2 نهاية عام 2022 مع مواد أخف وزناً. واجهة سامسونج الجديدة تبدأ الوصول إلى هواتفها القابلة للطي، وبعض المستخدمين يؤكدون أن الواجهة تعمل بشكل أفضل بسبب معالج سناب دراجون 8 بلس الجيل الأول. لايك وشير لدعمنا، ولا تنسى مشاهدة حلقاتنا السابقة. نلقاكم الأحد القادم، إلى اللقاء.